السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيزي الطالب، كنا قد توقفنا عند نقطة أو عنصر التقويم، وقد طرحنا السؤال: ما هي الأموال التي يجري فيها الربا؟ وبينا أن الأموال التي يجري فيها الربا هي ستة أصناف أو ستة أجناس كما قال العلماء: الفضة والذهب والتمر والملح والبر والشعير. هذه ستة أصناف بينها العلماء. ويمكن أن طرحنا سؤال مهم جدا، مثلا على الذهب والفضة، وهي قيمة نقدية كان الناس يتعاملون بها قديما قبل أن تخترع وتكتشف الأوراق النقدية التي نتعامل بها في زماننا اليوم. هل يمكن أن نقيس الأوراق النقدية على الذهب والفضة؟ نعم، لكون أن هذه الأوراق النقدية لها رصيدا ذهبيا في بنوك العالم، ولها قيمة ذهبية معروفة متعارف عليها في العالم. نعم، إذن أيضا التعامل بالأوراق النقدية إذا كان ضمن هذه الأصناف ويأخذ يقاس عليها ويأخذ حكمها الشرعي، إلا إذا اختلفت الأصناف أيضا يأخذ حكم الاختلاف على حسب القواعد الثلاث التي وضعها العلماء. ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيء؟ ربا الفضل قلنا هو التبادل بالفضل، كما بينا التبادل بالفضل. قلنا الربا الفضل هو بيع أحد الجنسين بمثله مع زيادة في أحدهما، بيع أحد الجنسين بمثله مع الزيادة في أحدهما، كأن يبيع مثلا قنطارا تمر بقنطار ونصف من التمر، إذن هذه تسمى ربا. أما ربا النسيء فهو أن يستدين إنسان دينا، ولكن صاحب الدين يعني الدائن يزيد له مبلغا إضافيا، كأن يقرضه مثلا 1000 دينار على أن يردها إليه 1500 إلى أجل مسمى، فتلك الزيادة تعتبر ربا. سؤال آخر مهم جدا: هل البنوك الآن في العالم تتعامل بالربا؟ نعم، إنها تتعامل بالربا بحكم الفوائد التي تقدمها للزبائن الذين يضعون أموالهم في هذه البنوك على أن يأخذوا عليها فوائد بنسب مئوية مختلفة ومتفاوتة. فهذه النسب المئوية للفوائد هي حرام، وهي من الربا كما اتفق عليها جمهور العلماء. أيضا نلحق بذلك ما يسمى بالتوفير والاحتياط، صناديق التوفير والاحتياط، لكنب صندوق التوفير والاحتياط الذي يقدم فوائد أيضا. فكما تقول القاعدة العامة: أيما قرض جر ربحا جر فائدة فهو ربا، أيما قرض جر زيادة أو فائدة فهو ربا. ما هي القواعد التي وضعها الإسلام لاستبعاد المعاملات الربوية؟ ده سؤال. ما هي القواعد التي وضعها الإسلام لاستبعاد المعاملات الربوية؟ إذن لقد أجبنا عليه في أثناء الدرس، وهي ثلاث قواعد كما تذكر عزيزي الطالب، هي ثلاث قواعد: القاعدة الأولى والثانية والثالثة. القاعدة الأولى قلنا أنه يشترط الفورية والمساواة، القاعدة الثانية تشترط الفورية فقط، والقاعدة الثالثة هي الحرية في التبادل. لكن متى يشترط عنصر أو شرط الفورية والمساواة؟ إذا كان ذهب بذهب أو فضة بفضة أو شعير بشعير أو تمر بتمر أو ملح بملح، يعني أصناف متشابهة. ومتى يشترط الفورية فقط؟ إذا كان من صنفين مختلفين كتمر بشعير أو شعير بقمح أو بملح. ومتى تكون شرط الحرية؟ متى لك الحرية في التبادل كيفما شئت؟ عندما تختلف الأصناف وتكون المعادن متبادلة مع الأطعمة. في هذه الحالة هناك مبدأ الحرية في التبادل، أي ليس هناك ربا. وعلى هذا نكون قد أنهينا هذا الدرس، وننتقل إلى درس آخر عزيزي الطالب.